يعني نور، من بعد ما تابعنا هالكليب لازم نروح يا اليوم يا بكرة، أكيد، لأنه وافقتي؟ في كتير قصص حلوة وأشغال يدوية كنا عم نتابعها عم تشتغل بطريقة كتير مميزة. تمام. يعني باتريسيا، خلينا نحكي معك عن المنتجات اللي كانت موجودة، وهي أغلبها هاند ميد، صحيح، وعن المشاركين وأغلبهم هن سيدات، وهيدا الريع لوين بيروح؟ هلا اول شيء المشاركين اللي كانوا موجودين معنا اعمارهم جدا مختلفه، فيعني كان الهدف الاساسي هو انه احنا نركز على قصه الاشغال اليدويه، الاشخاص اللي عندهم تالنت بشيء معين بيقدروا يشتغلوه وبدهم سبوت لحتى يوصلوا فيها لاكثر عالم. فاللي كانوا موجودين معنا مثلا، معنا صبايا بتشتغل اشياء على الخشب، هي بتكتبها بايدها او بتحفرها. في معنا كان في معنا عالم بتشتغل على الإزاز دغري، بترسم على النحاس دغري، كمان كانت موجودة معنا يعني جايبة المكنة تبعها on the spot دغري، يعني هيك بترسم على النحاس 100% وبتعطيهم للعالم. كان في معنا كروشيه، في شو في معنا كمان، كان نتالي أشخاص، كان في اكسسوريز، كان في أشخاص عم يشتغلوا بالاكسسوريز، وفي بالإضافة كمان في عالم عم تشتغل بالصوف مثل ما شفتوا هلأ بالفيديو، فكان شوي متنوع. هذا الحلو فيه، يعني كنت عم تجمعوا يمكن من جميع الاختصاصات، يعني مثل ما قلتي في أعمار مختلفة، في اشتراكات مختلفة من الأشغال اليدوية. كيف لقيتوا إقبال الناس؟ فينا نحكي أول يوم كنا عم نتابع بعض المشاهد كان في إقبال كتير جميل، الحمد لله. ويمكن شغل الإيد صار بلفت أكثر، في تميز ولمسة خاصة، يعني اليوم ما عاد عم نشوف العالم متجهة للماركات العالمية، لا، لشغل الإيد، للمسة الصبية كيف عم تكون، خصوصا السيدة السورية. يعني هو للصراحة نحن كنا متوقعين إقبال عالم، بس مو مثل ما كان مبارح، كان شيء كتير حلو، أكثر من المتوقع، كان أكثر من المتوقع. العالم كانت ردة فعلها كتير حلوة، حبوا المهرجان، موجود بالطريق القريب من العالم، قريب من الناس، ما أنه محدود بمكان معين. وحتى المشاركين كانت ردة فعلهم كتير حلوة، حبوا التجربة الجديدة وكتير تفاعلوا مع العالم. نعم، لكن 100% رجعت. باتريسيا، خلينا هيك شوية نحكي، يمكن كيف قدموا السيدات وكيف اخترتوا ونسقتوا بيناتهم وانتم لحتى يعرضوا، كيف هي حركة انكم نسقتوا مع سيدات محددين؟ اكيد في اعداد انتم نقيتوا منهم، صح؟ تمام. هلا هي بلشت الفكرة مثل ما قلت لك انه احنا بدنا نروح على هذا البارت. هلا انا هون بدي نوه انه كان في تعاون كتير كبير من أشخاص هن دعمونا بهي القصة. هلا يعني جمعيات خيرية، هلا مثلا في عنا كثير من مشتركين من كنيسة الزيتون، مثلا في صبية، في مدام هونيك ساعدتنا كثير بهذا الموضوع، وهن كانوا عندهم يعني رغبة انه هن يفوتوا بشيء جديد، فهذا الشيء هيك ساعدنا كثير. هلا هي شغلة، شغلة ثانية انه احنا اوريدي كنا حاطين ببالنا أشخاص نعرف انه شغلهم كثير حلو، ف يعني تقصدنا انه احنا نحكيهم ونخبرهم عن المهرجان ونتمنى انه مشاركتهم بالموضوع، فكثير كان يعني كان في اقبال. هلا يعني طبعا اكيد بفتره والثانيه ممكن تتعبي شوي لتقنعي، لانه هو النهايه هذا بتعرفي مهرجان جديد، هي اول مره بيصير بسوريا انه انت تكوني بمهرجان بالشارع، تماما، يعني العالم متعوده على انه في قاعه، في حيطان، في عرفتي، فما كانت كثير عم تقدر تستوعب اول شيء هو من الناس للناس، هي حلاوته بين الناس، يعني ما في فرق، يعني ما العالم جاي خصوصي لانه هون في شيء، لا، هي العالم حتيجي مشان المهرجان، بلس انه اللي مارق ما له مثلا شغل هون، مرق شاف ففات واشتروا، يعني ف هي شغله هيك عملت حركه وحماس عند العالم. يعني حتى مثلا امبارح اجانا صبيه قالت لنا انه انا كثير حبيت المهرجان ولو كنت عارفانه كنت شاركت، فبليز انه اذا في مجال اقدر شارك معكم بكره. يعني فيعني العالم كان شويه في تخوف، بس بعدين كثير تحمسوا للموضوع، يعني حبوه. هي لانه مثل ما قلنا بين الناس ومن الناس للناس، حلو وقريب الفكره للقلب. بس خلينا نحكي مثل ما قلنا بالبدايه، هو في منتجات مختلفه، صحيح. في ظل غلاء الاسعار، في كنا نقول كيف كانت الاسعار؟ لا، لانه في انتقادات نوعا ما للبازارات اللي هي عم تنشغل مثلا بشغل الايد، انه اسعارها عم تكون نوعا ما غاليه، مو بمتناول مين ما كان، فقديش لعبتوا على الاسعار؟ لانه مثل ما قلنا نحن في طبقه اجتماعيه محدده، صارت فئه كثير كبيره من المجتمع. مزبوط، صح. لا، هذا الموضوع كان كثير، يعني بالنسبة لنا الهدف من هذا المهرجان كان انه نحن يكون واصل لكل فئات المجتمع. يعني انا ما يجي لعندي حدا يقول لي انا مثلا ما بقدر اشترك، واحد
اثنين انه انا فتت ولقيت شيء كثير غالي هناك. يعني عرفتي يعني الفكره كانت انه حتى الاسعار اللي موجوده هلا في بارت انت بتعرفي في بارت للاولاد هناك قسم كامل عاملين للاطفال, يعني حتى الالعاب هناك كانت كثير 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 اسعارها رمزيه. هي نقطه كثير مهمه لجذب الناس مشان العالم كلياتها يعني تتحمس انه هي تجي تلعب اولادها. نعم نتالي, خلينا هيك شوي نحكي عن يمكن ريع المنتوجات, بما انه حكت باتريسيا عن انه الاسعار مدروسه ومعقوله صحيح, وانه ما في ايجار صالات وما في هدول التفاصيل. خلينا صحيح. نحكي ريع السيده هي شغلها لمين بيروح ويمكن كيف الغله بتتقسم. الغله بتتقسم. هلا نحن بما انه نحن حبينا نقدم هذا الشيء للافراد يلي هن عندهم تالنتس معينة ما عندهم ممكن طريقة أو شركة أو محل إنه يوصلوا للعالم عن طريقه, فنحن حبينا إنه نفيدهم بهذا الموضوع لحتى يقدروا يروجوا لأعمالهم وشغلهم أكثر. فهذا الريع هو رح يرجع لإلهم لحتى هن يقدروا يبنوا مشاريعهم الصغيرة اللي نحن حبينا نوصل رسالتنا عن طريق رسالتنا بإنه هن يبدوا بمشاريعهم الصغيرة عن طريق هيك مهرجانات. بس قديش حلو الشغلة هاي التفاصيل إلى معنى كتير كبير. أكيد الأسعار أكيد. تكون مناسبة للكل مثل ما قلتي تسويق للمنتجات اليوم ما عاد في العالم أفراد. تقدر توصوق لمنتجات بهي الطريقة, فهي صحيح. المهرجانات الكبيرة نوعا ما بتساعد السيدة أو الصبية اليوم أكيد. اللي هي معيلة لأهلها أنه تسوق لمنتجاتها. يعني هي كمان مثل ما قلتي دعم للمشاريع الصغيرة, ففي كتير من النقاط هي مهم صحيح. الواحد يشتغل عليها لاستمرارية هي المشاريع. أكيد ايه لا 100%. يعني هي كانت الفكره انه انا مثلا في عالم هي ما كان الهدف لما طلعت بمشروعها انه هي بس فقط مادي, هي كان الهدف انه هي تعمل تورجي موهبتها للعالم. ونحن هدول الاشخاص اللي عن جد لما قصدناهم تحمسوا لانه هن هذا هو هدفهم كان من البدايه, انه هن يوصلوا بافكارهم او بالتالنت تبعهم لاكبر عدد ممكن من العالم. وفعلا هذا الشيء صار, يعني انه العالم كثير انبسطت من الشغل ولهلا الحمد لله ما حدا انتقد او قال لي مثلا يشو الاسعار غاليه مثلا, ما في هيك شيء ابدا لانه مثل ما قلت لك كنا دارسين القصه بحيث الكل اليوم ونشوف ونتعرف ونزوركم. بس نحن والمشاهدين ما بنعرف لا من اي ساعه لاي ساعه ولا اي ايام. خلينا نحكي نحن بمنطقه باب شرقي بحاره الزيتون بالشارع من الساعه 5 للساعه 10 المساء, موجودين اليوم وبكره كافيين. أوكي. يعني ثلاث أيام العيد. ثلاث أيام العيد صحيح. طب حسب إقبال الناس ما قلتوا لازم نعمل مثلا نقط أساسية لقدام إنه يكون المشروع أطول يمكن أو مدة فترة زمنية لأنه بدنا ننتقل على الحارة اللي بعد تنقل للمكان 100%. حتى في عالم هي وهونيك قالتنا لازم تعيدوه بمثلا إرنة كذا صحيح. ما ضال ببالي الأسماء مزبوط, بس يعني من كثر ما حبوا فكرة إنه هو outdoor يعني هو ما انه متكلف المهرجان, يعني هو كتير بسيط, فانه لا عيدوه. ونحن اصلا من البدايه لما طلعنا فيه نحن حابين نرجع نعيده بمكان ثاني في الناس تحمل اغراضها وتزور اي منطقه صحيح. تماما تماما, فلا اكيد نحن رح نرجع نعيده يعني. وقصه انه نحن يكون اطول اكيد بنتمنى, بس حبينا نستغل فتره العيد لانه بتعرفي هو الاسم رجعت ونحن حابين نعيش هاي الحاله انه هي رجعت الفرح ورجع العالم تمام. تتجمع تنزل ما تخاف يعني تمرق بالطريق ما تكون هكلانة هم يصير معها شيء يعني أكيد. ايه فمشان هيك ركزنا على هاي القصة كثير يعني ودعم هالشيء المونديال كمان ايه يعني عزقت عيد وعزقت مونديال وباب شرقي وباب توما عزقة كله عزقة. لكن هيك نحن كتير انبسطنا بشغلكم الحلو ونتمنى يكون مو أول مرة هيدا الشغل, نتمنى هو يستمر وينتقل لحارات تانية أيضا بالشام القديمة أو بحواري الشام. كلمات أخيرة بنبلش من عندك ناتالي ونختم مع باتريسيا. أوكي أنا حابة أكيد أتشكر الأشخاص اللي دعموا المهرجان, حابة أتشكر شركة نسلة كانت معنا كراعي وتشكر الفوتوغرافر وسام بشور وبتشكر شركة ديلارا للمواد الغذائية. أوكي ومنوجه كمان شكرنا للجهات الرسمية اللي دعمتنا من كادر وزارة السياحة, كادر المحافظة, فروعة الأمن, وجود شعبة الحرفيين معنا, وبالإضافة لأهل الحارة يلي هن كانوا جدا داعمين وجدا متعاونين معنا, بيعملوا لكم شاي وقهوه وجيران. ايه اوكي امبارح كنت تبول امبارح صح حلو.
ايه فكانوا جدا متعاونين معنا وآمنوا بالفكرة وساعدونا كثير لحتى قدرنا نطلع بالمهرجان. 100%. انا ما راح كثير ضيف، انا فعلا يعني عن جد المنطقة هونيك شعب جدا لطيف، شعب جدا متعاون يعني، والاشياء الحلوة يعني وقت دريوا انه في مهرجان انبسطوا، قالوا لنا دائما اعملوا هيك لانه نحن عن جد الحارة هون ناقصة هي الروح، العالم هيك تغلي فيها لانه هي جاية تشوف شيء حلو يعني. فيعني انا صراحة كتير انبسطت، وهذا يعني شيء هيك عطى جواتي دافع لانه انا عن جد بدي اني اعمل هذا الشيء يعني، هيك حسيت انه انا عن جد جعبالي اعمله شيء حلو. ومبارح حتى يعني وقت شافونا قالنا عن جد يعطيكم العافية كتير شغل حلو هيك، فعن جد بتشكرهم يعني كانوا كتير متعاونين. اكيد يعطيكم الف عافية. الله يعافيك. يمكن هي الفرحة اللي ادخلتوها لقلوب الناس بتعطيكم مسؤولية أكيد للمستقبل ومشاريعكم القادمة، لهيك نتمنى لكم التوفيق بجميع خطواتكم. تحية لكل القائمين على هيدا المشروع. شكرا كثير لكم. ميرسي. ميرسي ناتالي. ميرسي باتريسيا. ميرسي. شكرا.